وسهلا فيكم مشاهدينا بفقرة جديدة من آخر راكب. أول حديقة تم تأسيسها بأيادي سورية في مدينة الريحانية التركية، وتم تقديمها للأخوة الأتراك في المدينة، طبعا بدعم من مؤسسة كرم وبالتعاون مع مجلس بلدية الريحانية. تابعونا لتعرفوا تفاصيل أكثر عن الحديقة. حديقة كرم عملناها بالتعاون مع البلدية بالريحانية، والهدف منها هو التعاون بين الشعب السوري والشعب التركي. ردنا نحن نقدم هدية لأهل الريحانية اللي فتحوا بيوتهم وفتحوا مدينتهم للشعب السوري، ومثل ما بتعرفوا زاد عدد سكان الريحانية من 2011 لهلأ عدد كتير كبير. نحن ردنا نحن نقدم شيء لهالمدينة اللي استقبلتنا بعد ما خسرنا بيوتنا بالحرب. طبعاً هذا مشروع كثير إبداعي وكثير مميز، لأنه هو يعني أول مرة يمكن جمعية سورية تبني حديقة عامة في مدينة تركية بالتعاون مع البلدية التركية، وأكيد هي خطوة كثير مهمة ومميزة لازم نعملها كلنا كسوريين بشكل أكبر وأوضح، لأنه مشان الاندماج بين الشعبين التركي والسوري. وطبعاً انفعال الناس كلها مثل ما عم بتشوفوا كثير مبسوطين الأولاد ومبسوطين الجيران، وإن شاء الله مع الوقت الحديقة تكبر وتتطور مع الأطفال، كل أطفال الريحانية السوريين مع الأتراك. يا ابني نحن مضطرين وما عنا حل ثاني، لازم تترك الدراسة. جيت على بيت كرم وأنا من طلابه، وحالياً افتتحنا حديقة بيت كرم بالريحانية. شاركت بنشاط الرسم على وجوه الأطفال، كتير انبسطت فيه وتعرفت على أطفال جديدين وهيك، وكتير هي تجربة حلوة وبتخليك تنبسط من جوا شو ما كان شعورك. مثل ما بتعرف نحن بالريحانية وجينا لاجئين على تركيا، فكانت فكرة الحديقة هي زيادة الاندماج بين السوريين والأتراك هون، وبعرف انه الاطفال هن العنصر الاساسي في المجتمع، فكان هدفنا انه يتعاونوا الاطفال اول شيء مع بعضهم لحتى نكون مجتمع مرتاح اكثر. الأتراك فعلياً رحبوا بالموضوع هذا. هي الحديقة مشروع مشترك بين بلدية الريحانية وبين مؤسسة كرم. رحبوا بالموضوع كونه موضوع جديد وألعاب من نوع جديد من نوع مختلف، وكثير اجت عائلات لهون أتراك وكذا، وصار في اختلاط بين أتراك والسوريين.